والآن ككل ثلاثاء موعدنا مع شباك افتراضي آخر، أخبار عالم التطبيقات وأهمها مع دينا طارق. أهلا بك، ماذا لدينا اليوم؟ أهلا رعية وأهلا مشاهدينا. أصبحت الهواتف الذكية أوسع انتشارا من أجهزة الكمبيوتر التقليدية وأكثر استخداما في تصفح الإنترنت، خاصة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن الأطفال يبدأون علاقتهم بشبكة الإنترنت في سن مبكر للغاية، مما يعرضهم لمحتوى قد يتسبب في أضرار جسيمة لهم. فإذا كنت تبحث عن وسيلة تحمي بها أطفالك، فإن جوجل تقدم خدمة فاميلي لينك التي يمكنك من خلالها الإشراف على استخدام أطفالك لتلك التطبيقات ومتابعة الأنشطة المختلفة التي يمارسونها بشكل يومي عبر هواتفهم الذكية. إذن كيف طورت شركة جوجل نظام الحماية للأطفال وحتى لأولياء الأمور؟ هذا التطبيق يسمى رانيا بفاميلي لينك. كل ما على أولياء الأمور هو تحميله على جهازه وجهاز الشخص الذي يريد الإشراف عليه. بهذه الطريقة سوف يربط الجهازين ببعض، سيتحكم في حساب جوجل لأطفاله، سيتحكم في كل ما يشاهده طفله، حتى الوقت الذي يقضيه طفله على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يحدده أي يتحكم حتى في الوقت. حتى في الوقت. أيضا لنفترض إذا كان لا يريد أن لطفله أن يلعب بالألعاب التي بها عنف، كل ما عليه هو وضع قيود حتى يتم إخفاء كل الألعاب التي بها عنف من على متجر جوجل. كل هذه تساعد أولياء الأمور من مراقبة ومشاهدة المحتوى الذي يمكن أن يكون معرض له أطفاله. خبرنا الثاني الثاني رانيا، صحيح. إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فعليك الحذر عند تحميل أي تطبيق من متجر جوجل بلاي. فخلافا لما قد يتوقعه بعضهم، فإن التطبيقات المتاحة من خلاله ليست كلها تطبيقات آمنة، إذ يحمل بعضها برمجيات خبيثة قد تؤدي إلى اختراق صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي أو سرقة معلوماتك البنكية. ما هي أبرز التطبيقات التي يجب أن نحمي أنفسنا منها؟ هي تطبيقات منتشرة للغاية على متجر جوجل، وتم تحميلها أكثر من 300 مليون مرة. هذا يعني لدى البعض الكثير من التخوف، لأنها تطبيقات متاحة رانيا للجميع، تطبيقات تتعلق بالطقس. أبرز هذه التطبيقات هو Forecast Weather، وهو تطبيق منتشر للغاية على هواتف وخاصة الهواتف الأندرويد. تطبيق Candy Selfie وهو تطبيق خاص بالتقاط والصور السيلفي على الكاميرات. لذا هي تطبيقات منتشرة، ربما هي كثيرة ولكن علينا الحذر منها بشكل كبير. تقول الأنباء الصحفية بأن هذه التطبيقات تجمع البيانات وترسلها لخوادم في الصين. هذه التطبيقات تتيح وتطلب الأذونات الكثيرة من المستخدم، مثل الحصول على إذن باستخدام الكاميرا، الميكروفون، جمع بياناتك، الحصول على حساباتك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. إذا هي تطلب الكثير من البيانات وحتى رانيا تحديد موقعك بدقة. هي تطبيقات خطيرة، لذا حتى إذا يعني نزلنا تطبيق على سبيل الخطأ، علينا الحرص على أن لا نعطي التطبيق هذه الأذونات هل الكثيرة. تم إحصاء هذه التطبيقات أو يعني عددها كبير أقصد؟ هي أكثر من 30 تطبيق على أكثر من متجر 30. أندرويد، جوجل حاولت إحصائهم لكن بالتأكيد هي لا تستطيع جمع كل صحيح. التطبيقات، لكن ما وصلت إليه شركة جوجل هو أنه أكثر من 30 تطبيق متوفرين حتى الآن على متجرهم. نذهب إلى الفقرة الثالثة والأخيرة. يعاني معظمنا عند محاولة البحث عن صورة ما على هواتفهم الذكية، إذ نضطر إلى تصفح عشرات وربما المئات من الصور قبل العثور على الصورة المنشودة. هذا ما دفع شركة أبل لابتكار طريقة جديدة للبحث عن الصورة على الأجهزة والهواتف التي تعمل بنظام iOS. وتعتمد الطريقة الجديدة على استخدام كلمات للبحث في ملف الصور، وهو ما يجعل البحث عن الصورة عملية بسيطة لا تستغرق سوى ثوان معدودة. تسهيل عملية البحث، ما الجديد الذي قدمته أبل هنا؟
هي تحاول يعني تقليد او اقتباس نفس ادوات جوجل في البحث عن الصوره. راني اذا تريدين البحث في جوجل عن صوره ما، ربما عليك صور كتابه شاطئ، رمل، بحر، حفله، ستظهر لك جميع الصور التي استخدمتيها في الكلمات الاساسيه. لذا ابل ايضا طورت هذا الاداه في تطبيقها الخاص بالصور للبحث بالموقع، التاريخ، وايضا بالكلمات الاساسيه. شكرا لك يا داني على كل هذه المعلومات. شكرا لك راني دينا عفوا، هذه ثاني مرة نغلط فيها. خلاص سامحتك.